نستكمل الآن الجزء الثاني من محاضرة البايوتكنولوجي، وهو عن نتكلم الآن عن عزل الخلايا الحيوانية. تكلمنا بالجزء الأول عن عزل الخلايا النباتية، الآن نتكلم عن عزل الخلايا الحيوانية. توجد الخلايا الحيوانية أما بشكل مرتبط مع الأنسجة مثل أنسجة القلب، الكبد، الطحال، الكلى، أو تكون غير مرتبطة مثل الدم، اللعاب، الإدرار. تمتاز الخلايا الحيوانية عدم احتوائها على جدار خلوي. تكون الخلايا الحيوانية عادة جزء من الأنسجة والأعضاء التي تكونها. ترتبط الخلايا الحيوانية داخل النسيج بواسطة مواد البروتينية. الخلايا الحيوانية ممكن تكون خلايا مرتبطة وممكن تكون خلايا غير مرتبطة. إذا نريد نعزل خلايا مرتبطة، طريقة العزل راح تكون طبعا طريقة العزل تعتمد هنا على الطريقة باستعمال المواد طرق إنزيمية أو استعمال طرائق كيميائية لغرض العزل. تجرى معاملة أولية على الأعضاء والأنسجة اللي نريد نعزل من عندها الخلايا، تشمل تقطيع النسيج إلى قطع صغيرة بحدود 1 ملم بواسطة سكاكين ومقصات خاصة. وخلال هاي العملية طبعا يجب أن تبقى الخلايا رطبة بمحاليل حاوية على البروتينات التي سوف يحتويها الوسط عندما تنمى في هذه الخلايا، وكذلك المحافظة على الظروف البيئية مثل درجة الحرارة أثناء عملية التحضير. بعدها يتم استعمال إنزيمات محللة طبعا للمواد البروتينية الرابطة بين الخلايا، والتي يجب أن تكون هذه الإنزيمات طبعا مؤثرة على المادة الرابطة دون التأثير على الخلايا نفسها. من أمثلة على هذه الإنزيمات عندنا إنزيم التريبسين الذي يؤثر بشكل جيد على المادة البروتينية الرابطة بين الخلايا، وممكن استعمال إنزيم الكولاجينيز. يستعمل هذا طبعا الإنزيم في الأنسجة الغنية بالكولاجين. هذه بالنسبة إلى الطرق الإنزيمية. أما إذا كانت الطرق كيميائية نستعمل مواد كيميائية، تستعمل طبعا هنا بعض المواد الكيميائية مثل أدنى هذا الكبريتيك، ممكن يستعمل كمادة كيميائية تحلل المادة البروتينية. وفي بعض البحوث يستعملون استعمل لعزل خلايا كبد الفأر محلول الـ EDTA الأثنين داي أمينو تترا أستيك أسيد في عزل الخلايا الحيوانية، إذ أن هذه الطرائق تكون مفضلة لعزل بعض الأنواع من الخلايا. يعني ممكن تكون الطرق الكيميائية مفضلة لأنواع معينة من الخلايا، لكن في استعمال الطرق الكيميائية يجب إزالة هذه المواد بعد أن تؤدي عملها، أي بعد عملية التحلل، لأنها تعمل على تدمير هذه الخلايا عند تركها لفترة زمنية طويلة. هذه بالنسبة إذا عزل خلايا حيوانية مرتبطة. أما إذا كانت الخلايا الحيوانية غير مرتبطة، لح تكون طرق العزل لها تختلف. إذ تستعمل الخلايا غير المرتبطة بالأنسجة في النمو بعد فصلها بشكل عالق بعكس الخلايا المفصولة من الأنسجة والأعضاء، والتي تتمثل بخلايا الدم الحمراء والبيضاء والخلايا السابحة في السائل الليمفي، وكذلك بعض خطوط الخلايا السرطانية. إذ تستعمل هذه عديد من الطرائق لأجل عزل هذا النوع من الخلايا. أول طريقة هي طريقة التطويف بالألبومين. تعتمد طبعا هذه الطريقة على الاختلاف في الوزن النوعي للخلايا. يستعمل في هذه الطريقة البوفاي سيرم ألبومين، والذي يكون هنا طبعا أساس الفصل هو اعتماد على الوزن النوعي، ويكون الوزن النوعي للبوفاي طبعا سيرم ألبومين هنا عالي، هو الحظر ما عنده محلول تركيزه 35%. بعد ذلك يضاف النموذج المراد فصل الخلايا منه إلى سطح هذا المحلول، وبعد ذلك نجري عملية طرد مركزي. بعد الطرد المركزي يكون الاختلاف في الفصل طبعا اعتماد اليمن على الوزن النوعي. فالخلايا الدموية مثلا الطبيعية راح تكون وين؟ ذات الوزن النوعي الخفيف لح تكون طافية بالأعلى، لكن الخلايا الدموية المصابة لح تكون ذات وزن نوعي أكثر، فتح تكون موجودة في الأسفل في تلوب الفصل بعد عملية الطرد المركزي. كذلك فإن هذه الطريقة تستعمل لفصل بعض أنواع الخلايا السرطانية أيضا.
باستخدام هنا الطرد المركزي وباستعمال محلول البوفاين سيرم البرومين. هنا الاختلاف في اساس الفصل راح يكون على اساس الوزن النوعي للخلايا. الطريقه الاخرى لعمليه عزل الخلايا غير المرتبطه طريقه الطرد المركزي المتدرج. طبعا هنا نستعمل محاليل مركزه ومتدرجه في الكثافه، تضاف لها النماذج المراد عزل الخلايا منها، وبعد ذلك نجري عمليه طرد مركزي. بعدها هنا نلاحظ بانه كما في الشكل ما في امامكم بانه راح تنفصل الخلايا على شكل حزم مختلفه اعتمادا على الاختلاف في الكثافه. الطريقه الاخرى ايضا نستعملها في عزل الخلايا الحيوانيه غير المرتبطه هي طريقه الالتصاق الى الحبيبات الزجاجيه. هذه الطريقه راح تعتمد هنا هذه الطريقه عموما على الصفات الخارجيه للخلايا. الصفه الخارجيه للخلايا شنو هي؟ حيث تستعمل هنا خلايا راح تلتصق اليمن على حبيبات زجاجيه تحت ظروف معينه مثل غياب ايونات الكالسيوم والمغنيسيوم. لذلك هنا يمكن فصل الخلايا خاصه طبعا هنا من الدم بعد ترويقه ونمرر على عمود كلم حاوي اليمن هذا الكلم على حبيبات زجاجيه ضمن ظروف معينه من درجه الحراره بحدود 17 الى 19 مئوي. هذه درجة الحرارة الملائمة راح تعمل اليمن على التصاق الخلايا إلى الحبيبات الزجاجية، وتكون هنا عملية الالتصاق معتمدة على درجة الحرارة. بمعنى إذا بعد ذلك إذا أردنا إحنا نحصل على الخلايا راح نغير درجة الحرارة، راح ينفتح الارتباط الموجود بين الحبيبات الزجاجية وبين الخلايا المرتبطة عليها. النوع الآخر من عملية العزل هي الالتصاق إلى الألياف. يتم هنا إدخال هذه الألياف إلى خليط من الخلايا اللي نريد نعزل من عنده لفترة زمنية معينة. راح تكون هنا الخلايا الارتباط المن على الألياف، ثم تنقل الألياف إلى وسط النمو. عندها يتم فك الارتباط هذا الموجود بين الخلايا والألياف، أما بطرائق كيميائية أو بطرائق ميكانيكية. هذا بالنسبة إلى عزل الخلايا الحيوانية غير المرتبطة. أربع طرق عندنا، التطويف عندنا باستخدام البوفاين سيرم ألبومين، والطريقة الأخرى الالتصاق إلى الحبيبات الزجاجية، والالتصاق إلى الألياف، والطريقة الأخرى طريقة الطرد المركزي المتدرج. أربع طرق موجودة. أما إذا نعزل الآن خلايا الأحياء المجهرية، بعد ما عزلنا تكلمنا عن عزل الخلايا النباتية وعزل الخلايا الحيوانية إذا كانت مرتبطة وغير مرتبطة، الآن راح نتكلم على عزل الخلايا الأحياء المجهرية. طبعا لأجل عزل الخلايا من هذا النوع يجب أن نتبع أسس معينة. أولا تحديد الهدف أو الصناعة للمنتوج المطلوب، نحدد الهدف مالتنا. بعد ذلك تحديد المصادر التي تتواجد به هذه الأحياء المجهرية. عزل أحياء ذات أهمية اقتصادية وإنتاجية عالية ومتفوقة. إذن هذه أسس أساسية أخليها في بالي عند عزل الأحياء المجهرية. بعد تحديد هذه الأهداف لابد أن نراعي النقاط الآتية عند عملية العزل. أول نقطة أخليها ببالي وأراعيها، أولاً يجب أن تكون الأحياء المراد عزلها من بيئة معينة حاملة لصفة محددة، مثلا إنتاج إنزيمات، إنتاج مواد أخرى معينة لا تستطيع بقية الأحياء الأخرى إنتاجها. بالتالي سوف تكتسب هذه الأحياء صفة تميزها عن الأحياء الأخرى، وبالتالي سوف تسهل عملية عزل هذا الكائن. النقطة الثانية، يكون لوسط النمو المستعمل في عزل الأحياء المجهرية دور كبير في تحديد الأحياء المراد الحصول عليها، وهذا ما يدعى شنو بالضغط الانتخابي سلكتف برجر. والذي يعني شنو هذا السلكتف برجر؟ يعني توفير ظروف معينة لأجل الحصول على الكائن المطلوب. فعلى سبيل المثال يؤدي وجود مثلا الملح كعامل انتخابي بتراكيز عالية إلى قتل الأحياء المتواجدة في وسط النمو، لكن تبقى منه فقط
الخلايا التي لها القابلية على مقاومة هذا التركيز الملحي والتكاثر في مثل هذه الظروف. وينطبق أيضا على نفس على سلكتب براجر أيضا درجة الحرارة المستخدمة في تنمية الأحياء المجهرية. وعليه يجب أن نتبع الأسس الآتية عند اختيار السلالات الصناعية لأجل استعمالها في التخانة الحيوية. أولا، يجب أن تكون هذه العزلات لها القابلية على النمو على مواد أولية رخيصة الثمن ومتوفرة على مدار السنة. النقطة الثانية، اختيار عزلات تكون محبة للحرارة العالية. لماذا؟ لأن معدل نموها راح يكون عالي، تقوم بعمليات التحويل الحيوي أسرع، اختزال تكاليف التبريد المطلوبة لخفض درجة الحرارة نتيجة للفعاليات الحيوية للخلية أثناء عملية التخمر في الفرمنترات اللي راح تكون مستعملة في الإنتاج. استخدام درجات حرارة عالية في التنمية يعمل على زيادة ذوبان المواد الأولية اللي موجودة في وسط التنمية، استبعاد مخاطر التلوث المحتملة بالأحياء الأخرى الموجودة. الشكل الماثل أمامكم يوضح تأثير درجة الحرارة على معدلات النمو. نلاحظ اللون الأزرق هو منو؟ هي الأحياء المحبة للحرارة المنخفضة. نلاحظ نموها راح يكون أقل من الأحياء المحبة للحرارة المعتدلة، لكن الأحياء المحبة للحرارة العالية راح نلاحظ بأنه معدل نموها راح يكون أكثر. نرجع إلى النقاط المعتمدة، أيضا اختيار عزلات ذات إنتاج عالي للمادة المطلوبة وبنفس الوقت تكون نواتجها العرضية قليلة. هذا ايش راح يسهل لي؟ راح يسهل لي عمليات الفصل والتنقية اللاحقة بعد انتهاء من عملية التخمير. يفضل انتخاب السلالات التي لا تظهر عليها الحنو ظاهرة تعدد الأشكال، والتي تعني بأن الأحياء النامية في وسط النمو تكون في بداية عملية النمو بشكل معين، ثم باستمرار النمو تكون بشكل آخر، أو قد يتحول شكلها عند تغير ظروف النمو. أيضا ننتخب سلالات ثابتة من الناحية الوراثية، هاي نقطة جدا مهمة. تنتخب سلالات يمكن التعامل بها وراثيا. في هذه الحالة يفضل دائما بدائية النواة عن حقيقية النواة، لأن حقيقية النواة نظام الوراثي راح يكون أكثر تعقيدا من بدائية النواة. تنتخب أحياء لا تفرز السموم تحت أي ظرف من الظروف، خاصة إذا كنا نريد إحنا هذا الكائن نستعمله في إنتاج مادة ممكن تدخل في مادة صيدلانية أو طبية أو إدخالها في مادة غذائية، لذلك يجب أن لا تكون بهذه الأحياء أي علاقة بالسموم أو بإنتاج أي نوع من أنواع السموم. هذا بالنسبة إلى الجزء الثاني من المحاضرة.